صح، متفق معاك تمام. تعال نروح لفاروق صلاح من زيمبابوي في مقر اقامه بعثه النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا فاروق، طمنا بقى على كل معسكر النادي الاهلي، طمنا على كل اللاعبين، طمنا على الجو العام عندك، ومساء الفل عليك. تحياتي لحضرتك يا كابتن ميدو وللكابتن محمود صالح ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي وبالتحديد العاصمة هراري، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي واستعداد فريق النادي الأهلي لملاقات فريق بلاتينيوم في المرحلة الرابعة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. خليني أقول لك يا كابتن ميدو، حالة من الجدية، حالة من الحماس، حالة من التركيز بتفرض نفسها على فريق النادي الأهلي من أجل أداء مباراة قوية وتحقيق 3 نقاط يكونوا يعني في غاية الأهمية لفريق النادي الأهلي في مشواره نحو الأميرة السمراء. تفاصيل يا كابتن ميدو، نقدر نقول فريق النادي الأهلي أدى مران قوي النهاردة في تمام الساعة 3 عصرا على الاستاد الوطني بهراري. أرضية الملعب نقدر نقول أرضية يعني كويسة رائعة جدا. النهاردة انطلق المران في تمام الساعة 3 عصرا، مستر ريني فايلر عقد اللقاء وضروري تحث اللاعبين على ضروره احراز الـ3 نقاط. انطلق المران اللي نقدر نقول اداه لاعبي النادي الاهلي بغايه في القوه وارتفاع الروح المعنويه. عايز برضو من خلال حضرتك اطمن جماهير النادي الاهلي على حاله مروان محسن. مروان يعني كان في بعض الشكوك وبعد اصابته بكادمه في وجه القدم، لكن انا بطمن جماهير النادي الاهلي وبطمن حضرتك كابتن ميدو ان شاء الله مروان محسن هيكون موجود في اللقاء، وادى مران اكثر من رائع النهارده. مستر ريني فايلر برضو كان بيركز على الكرات الثابته والكرات العرضيه وضروره استغلال الكرات الثابته والكرات العرضيه وعمليه التحضير اللي بيبداها النادي الاهلي من الخطوط الخلفيه. اختتم المران بتقسيمه ما بين فريقين، يعني تالق في التقسيمه جونيور اجاييه، السليه، ايضا مروان محسن، محمود كهربا، جيرالدو، احمد الشيخ، وليد سليمان، واحمد فتحي. خلينا اقول لك يا كابتن ميدو ان حاله الجاهزيه اللي عليها معظم لاعبي فريق النادي الاهلي بتضع مستر ريني فايلر في حيره من امره لاختيار التشكيل اللي يخوض باللقاء. الفريق ان شاء الله غدا هيتوجه الى مقاطعه بولا وايو، ودي بتبعد عن مقر اقامه الفريق الحالي في هراري ب 435 كيلومتر. الفريق هينتقل للمقاطعه عن طريق طائره خاصه تم توفيرها من الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، توفير طائره خاصه لنقل الفريق من هراري لمقاطعه بولا وايو. الفريق هي مقر اقامه الفريق في بولا وايو تم تحديد ملعب يعني مقر الاقامه بيبعد عن الملعب اللي هيأدي فيه النادي الاهلي مرانه الاول في بولا وايو، يعني تقدر تقول من 5 ل 10 دقائق. مكان الملعب قريب جدا من مكان اقامه فريق النادي الاهلي. السفير محمد فهمي سفير مصر بجمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي تابع مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي كافه الامور، ومع الكابتن سمير عدلي ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سمير عدلي يعني غادر الى بولوايو من اول اليوم، كان متواجد هناك عشان ينهي كافه الامور، كافه الترتيبات. نقدر نقول هناك الامور كلها تمام في انتظار ورود لاعبي النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيتوجه النادي الاهلي غدا في تمام الساعه 11:30 صباحا الى مقاطعه بولوايو. يعني تقدر تقول بالطائره كابتن ميدو هتاخد يعني من 50 ل 60 دقيقه يكون ان شاء الله تم الوصول الى مقاطعه بولوايو، المقاطعه اللي ان شاء الله هيكون فيها مباراه الاهلي وبلاتينيوم. انا معاك يا كابتن ميدو، لو في اي استفسار اي سؤال انا موجود مع حضرتك. والله يا فاروق انت غطيت كل حاجه، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. لكن طمنتنا على مروان، وطمنتنا على يا ريت تطمنا على شريف اكرامي، كان عنده اعتقد ان عنده اجهاد في السمانه، كان بيتمرن تمرين خفيف لوحده. طمنتنا كمان على المران وكل كبيره وصغيره. طمنا بس على شريف اكرامي، واشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. شريف اكرامي بيأدي البرنامج التأهيلي، لازال في البرنامج التأهيلي الخاص بيه اللي بيجري مع الدكتور خالد محمود. لازال يعني شريف اكرامي في برنامج تأهيلي المفروض عليه بيكمله هنا في زيمبابوي. ان شاء الله نتمنى له الشفاء ويكون مع يعني ان شاء الله يبقى متواجد معانا في المباراه. لكن باستثناء يعني شريف اكرامي تقدر تقول ان كل اللاعبين في النادي الاهلي في حاله جاهزيه عاليه، كل اللاعبين مركزين. عايز اقول لحضرتك نقطه ثانيه يا كابتن ميدو،
السفير المصري محمد فهمي كان حريص ايضا على ان هو يكون متواجد ويدعم فريق النادي الاهلي النهارده في المران، كان موجود بالامس وكان موجود النهارده، ايضا كان حريص ان هو يعني يخاطب جميع الجاليه المصريه او الجاليه العربيه من اجل حضور اللقاء، وطبع اعلام النادي الاهلي من اجل ان هو تبقى موجوده مع افراد الجاليه في مقاطعه بولو وايو من اجل دعم النادي الاهلي في هذا اللقاء. ايضا في حاله من الترحيب بنشوفها في الشارع الزيمبابوي ببعثة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، الجميع بيبقى حريص على التقاط الصور مع لاعب النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا كان صرح لنا وقال ان الخبرات النادي الاهلي الافريقيه، حضرتك كابتن ميدو واحد من نجوم النادي الاهلي اللي خاض مع النادي الاهلي الكثير من المباريات الافريقيه، وايضا كابتننا الكبير الكابتن محمود صالح، كافه لاعبي النادي الاهلي بتتمتع بكافه الخبرات، ده في ظل تغير الطقس في زيمبابوي فراري، يعني ما بين سقوط الامطار لطقس يعني ساخن، يعني تقدر تقول يا كابتن ميدو احنا بنشوف الاربع فصول بتوع السنه في يوم واحد، لكن خبرات لاعبي النادي الاهلي على التعامل مع هذه الامور وكافه اجواء الملاعب الافريقيه ان شاء الله ترجح كافه النادي الاهلي في هذا اللقاء، ونبارك لبعضنا كلنا كابتن ميدو ان شاء الله عقب نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي بمشيئه الله. بفروق ان شاء الله تبارك لنا باذن الله يوم السبت. بشكرك شكرا جزيلا ودايما متالق زميل عزيز فاروق صلاح، شكرا جدا. كان